وطن مظلم في شهر يوليو. وزير الكهرباء يعلن أن انقطاع الكهرباء سيصل من 4 إلى 6 ساعات خلال الصيف. هكذا خرجت علينا الصحف في الفترة الأخيرة. كلية هندسة جامعة حلوان قدمت حلا علميا للأزمة. نتكلم على الشبكات الذكية أو السمارت جريد، وده طبعا حلم وأمل مش مصر بس، ده العالم كله. يعني أنا ما أعرفش الدول العربية هل هي بتفكر فيه أو لا، لكن هو حلم العالم كله الخارجي إن تنشأ الشبكات الذكية. الشبكة الذكية تعني إن أنا عندي فيه مجموعة من الحساسات، التقنية العالية جدا، دقيقة جدا، سنكرونايزد مع القمر الصناعي. حقيقة الأمر احنا قلنا في بعض الأجهزة موجودة في أماكن مختلفة، دي متوزعة على شبكة مصر، ودي محطوطة هذه الأجهزة في أماكن متعددة. اللي حضرتك بتصوريه ده حاليا دي مجموعة من السيرفرز، من السيرفرز الحديثة جدا، تمام كده، اللي هي فيها كاباستي عالية قوي وفيها بروسيس عالية جدا ومجموعة من البروسيس اللي هي ادفانسد قوي، تمام كده. ودي في مجموعة الشاشات ديت اللي هي مرتبطة بالأحداث المختلفة اللي تقدر دي توضحها لنا. هنعمل دلوقتي يعني عرض لل الإيوام سيستم، الإيجيبشن وايد إيريا مونيتورينج سيستم، اللي بذلنا فيه مجهود عشان نبنيه كسوفت وير وكوضع أجهزة زي ما شرح قبل كده. فهنبدأ مع بعض. دي الصفحة اللي عملناها، ده بيبقى زي ويب سايت بيقدر أي حد شغال في شركة الكهرباء إن هو بنديله يوزر، بنديله أكاونت يوزر نيم وباسورد، بيبدأ يدخلهم في اللوجن بيج عشان يبقى نوع من الحماية برضو، مش أي حد يقدر إن هو يشوف البيانات دي. أول ما بنعمل لوج إن بيحصل عملية كونكشن، وبنبدأ إن يعرض لنا البرنامج، يعرض قيم الترددات الفعلية اللي بتحصل حاليا على شبكة الكهرباء. أي مواطن يبتدي يسمع إن وطن مظلم في شهر 7 كلمة مظلمة جدا لأي واحد، لازم فعلا الناس تبتدي تطمن إن في حلول علمية عشان يبقى حتى نبث فيهم الأمل. أنا أقدر أقول إن لو كان في استجابة من قطاع الكهرباء في مصر وشركة الكهرباء وبدأت تتبنى بعض الحلول العلمية اللي هي أحد الحلول المتاحة ما بين إيديهم دلوقتي، هو المشروع اللي احنا بنعمله، واللي أنا أعتقد المشروع دوت مع بعض التطبيقات التانية ممكن يحل نسبة كبيرة جدا من جملة وطن مظلم في شهر 7 ديت. الشغل بتاعي خاص بالمشاكل اللي بتحصل في الكهرباء وازاي نحلها عن طريق السيستم بتاعنا او عن طريق السمارت جريد. فانا عندي شغال في كذا تطبيق، منهم مثلا تخفيف الاحمال بطريقة ذكية بحيث انه يعني يقلل الضرر على الناس شوية. فعندي مثلا حادث زي بتاع امبارح ده، مشكلة حصلت زي ما واضحة هنا على الشاشة، ان في حوالي 4300 ميجا وات خرجوا من الشبكة يوم 1/4. ولما نيجي نبص قبليهم على تسلسل الاحداث هنلاقي ان اللي خرجوا من وحدات التوليد قليل جدا، يمكن وحدتين او ثلاثة، الاجمالي بتاعهم ما يكملش 500 ميجا. فده يدل على حاجة، يدل على ان الناس اللي بتشغل او الناس اللي بتشغل الشبكة بتاعت الكهرباء ومشغلين الشبكة مش قادرين انهم يتحكموا كويس، لانهم مش شايفين شكل شبكة الكهرباء في الوقت الحقيقي من كل الاماكن على مستوى الجمهورية، وبالتالي بيفصل احمال بطريقة عشوائية وبيضر اكبر عدد من الناس. حل علمي لمشكلة انقطاع الكهرباء ينتظر التطبيق لانقاذ مصر من وصف وطن مظلم. فاطمة دوام، القاهرة 360.